أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال الأستاذ ياسر من فري إلكترونيكس جيم. أهلا أستاذ ياسر. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم رواد الأعمال في برنامج ABC الخليجية، ونحن شرفنا كثير باللقاء بكم. يا مرحبا احنا نحن بنقدم لك ترحيب حار من القناه ومن البرنامج، وبنتمنى منك بالبدايه تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع مجال البزنس. طبعا اسمي ياسر احمد، المحل فاري الكترونيكس او فاري للالعاب الالكترونيه. مجال الترفيه والالعاب الالكترونيه طبعا منتشر، او هي لغه العصر حاليا في البزنس، لانه بزنس سريع خفيف مرغوب، والريسك بتاعه يعني ما عالي، بالاضافه لانه انا عندي تجربه مما بدت المحلات الانترنت كافيه، كان وقتها بيسموها الانترنت كافيه، ففتحت محل سنه 2009. استاذ ياسر، ممكن تخبرنا ما هي انواع الاجهزه، ما هي الخدمات اللي حاولت تركز عليها في المحل وكيف تميزت؟ ايوه طبعا، زي ما سلفت يعني انه تقريبا محلات الانترنت كافيه كثيره جدا ومنتشره، فالمنافسة عالية بصراحة يعني. طيب بحكم خبرتي، الزبون بيكون محتاج لجهاز بإضاءة مريحة بجلسة مريحة، لأنه بيجلس فيه ساعات طويلة، يعني ده ما زي الكافيه أو المطعم ساعة أو نص ساعة، ممكن الزبون يقعد 4-5 ساعات، عندي زبائن بيقعدوا 12 ساعة، فلازم الجلسة تكون مريحة، الأجهزة بتكون مدعومة. أنا متميز بكراسي متخصصة جدا، اللي هي آخر كراسي نزلت في المجال ده، في الجلسة، في الإراحة، لكل أجزاء الجسم، يعني بتبدأ من الرأس، الرقبة أهم شيء، الظهر، الحتة اللي تحت الجلسة، الرجلين، مع باقي اليدين، حتى اليدين واللفت، يعني الكرسي كله عبارة عن يعني قطعة متحركة حسب أريحيتك اللي بتحتاج ليها، حتى ممكن يرجع لورا قريب لل 180 درجة. تمام، دي النقطة اللي دي بالنسبة للكرسي والجلسة. بالنسبة للأجهزة، أكد تماما شركة فاراداي هي عندها أحدث الأجهزة للجيمين النازلة حاليا في السوق، من حيث الكواليتي، من حيث البراند، عفوا يعني الجودة والبراند نفسه، اللي الشركات كلها براندات معروفة. فعندي الشاشات بصورة مريحة جدا، كيرف بإضاءة معينة، بحجم كبير 32 انش، الكيبورد يعني ان شاء الله يتصور الكلام ده بصورة حديثة مريحة جدا جدا، الماوس مختار بعناية جدا، يتحمل الضغط واللعب، لانه الحركة تحت الماوس هي بتحتمل 80% من برامج الجيم، من حيث القوة والحركة وسرعة الارتداد، يعني الماوس بنقيسه بسرعة الارتداد، فمختار بعناية جداً اللي هناك. في شغلة مهمة جداً، طبعاً البروسيسور، الريزوليوشن اللي هي الانعكاس، الصورة، النقاوة بتحت الصورة، الأشياء هذه كلها مهمة جداً. حكاية ثلاثة أبعاد هذه طبعاً العلم اتخطاها، فبتلقى حاجة أحدث عندي، وأتمنى إنه الناس يجوا يشوفوها، أريحية العين نفسها، ففي بيشوف شيء مميز في الأشياء دي. عندي حاجة بتميز بها جدا اللي هي سرعة الإنترنت. ما في شك تكون يعني هنا، لكن دولة الإمارات العربية المتحدة، أنت إذا أعطيت يعني الحمد لله رب العالمين، حسب ما يعطي عقلك وعلمك المادة بتتوفر. فدائما محلات الإنترنت الناس لو شافوها، الناس بيعرفوا المعلومة دي تماما، بيحتمدوا سرعة من 250 ل 500 جيجا بايت. محل فاري هو 1 تيرا بايت، اللي هو 4 أضعاف السرعه الموجوده في السوق، او ضعفين اعلى سرعه موجوده. يعني ال 1 تيرا بايت هي عباره عن 1000 جيجا بايت. النقطه الثالثه اللي هي كانت استعنت فيها فعلا بمتخصصين بتاع الديكور، اريحيه النظر. الاضاءه بتاعتي ان شاء الله حنعكسها للجمهور، ممكن مش 4 ولا 5 ولا 6، هي 7 مراحل من الاضاءه. اي مستوى بتاع جيمرز هو محتاج لإضاءة، هي موجودة. بالإضافة لأن أنا عندي السي بي يو نفسها تحت الكمبيوتر مستغلها كأداء تكنولوجيا لشغال الكمبيوتر، وفي نفس الوقت أداة بتاعت إضاءة، يعني أنا ممكن أكثر الإضاءة اللي موجودة في المحل كلها هندي، بس أخلي بس السي بي يو اللي هو الجهاز بتاع الكمبيوتر يشتغل لي إضاءة. في
في بالنسبه للزبون نفسه بيكون محتاج عنده احتياجات اثناء اللعب اللي هي المشروبات، السناكس، الاكل، الشراب اللي هي خاصه الشاي، القهوه، نسكافيه وتيفر، والاشياء البارده اللي هي المويه والعصائر. الحمد لله انا متعاقد مع شركه دبي للمرطبات، شركه معروفه مشهوره، هي بتورد لي من A to Z اللي هي المشروبات والانرجي درينكس والسوفت درينكس والسناكس كامله اللي هي المأكولات الخفيفه، كرواسان، ماكروسان، الشاهي. عندي شركه ليز برضو بنعمل الاشياء. بالنسبه للاكل عندي في وجهه نظر معينه، فانا ما بمنع الزبون لانه خاصه الزبائن اللي بيجلسوا فتره طويله، حفاظا برضه على المحل، على ريحه الاجهزه البتاع، ولو انه في نظافه يوميا على مدار اليوم مرتين ثلاثه، لكن الزبون اللي عندي انا هنا بفتح له طلبات بحيث انه يكون عنده فيريتيز عاليه جدا، عنده خيارات عاليه جدا، يعني ما احكمه انا ببرجر وهوت دوغ والاشياء المعروفه دي. اي شيء عاوز يعني انواع البيتزا بانواع انواع يختار هو من طلبات وبدون اي شارج، فري شارج من المحل يعني مجانا. يجي هنا ونوصل له والود بالعاوزة هو بيكون مستمتع. المشروبات متوفرة بكل أنواعها طبعا موجودة. في ركن هنا موجود استقبال ظريف بسيط على أساس إنه ما يعمل زحمة في المحل وما داير حركة. أكثر شيء أنا خصصته المحلات للأجهزة. ما حطيت أجهزة كثيرة بقدر ما إنه راعيت إنه الأجهزة لراحة الزبون. يعني يقعدوا لي أقل عدد يكونوا مرتاحين علشان. وفي ميزة كويسة جدا إنه أي زبون دخل فاري جيم من أي محل بقى زبون دائم. يعني عجبوا الوضع تماما من مما دخل من الباب لحد ما جلس لحد ما لعب. معاملة التيم المتخصص اللي عندي الحمد لله، أنا عندي تيم بكل فخر أقول يعني عندهم ماجستير في الاي تي الاثنين شاهد ونديم، وعندي الأستاذة ريان برضو متخصصة في الماركتينج، يعني عندها برضه ماجستير في الماركتينج والست اب. فالحمد لله التيم بتاع فاري يعني الناس لمسوا الفرق بينه وبين العنايه بالقوافل. استاذ ياسر، بعد النجاح الرائع اللي حققته في المحل، ما هي الخطه وما هي الرؤيه المستقبليه؟ النقطه المهمه اللي انا عاوز اقول، احنا لسه في بدايه الخطوات، يعني لسه ما جنينا النجاح اللي نقدر نقول انه فاري نجح، لكن الحاجه اللي بنقدر بتخلينا نكون واثقين والاستمراريه حتكون حتميه باذن الله، اي زبون جاء كان مرتاح وبقى زبوننا. النقطه الثانيه، يوميا في زباين جديدين بينضموا للمحل، لانه المحل احنا بدينا اجراءات الرخصه التجاريه والاشياء من 16 سبتمبر 2023. فما تم الافتتاح الا 28 فبراير 2024. طبعا السيت اب والديكوريشن البروجرام ذاته بيحتاج السوفت وير، النتورك كافيه، يعني ده الشغل بيحتاج لست اب كبير، وما بتقدر تسكيب، يعني ما بتقدر تتخطى الخطوات دي، لازم في خطوه تلو خطوه عشان كده الزمن بيكون مشى. فلازم تعمل ست اب، يعني تعمل تجهز المحل في خطوه معينه عشان تبدا الخطوه اللي بعدها، حتى اللي بعدها حتى اللي بعدها، فده عشان كده تم التاخير في الافتتاح. ولكن في الفتره البسيطه بتاعت الثلاث شهور، يعني الحمد لله رب العالمين، عندنا اكثر من 700 زبون بفضل الاستاف، بفضل الدعايه، بفضل الماركتينج، الناس المتخصصين اللي عندنا والاستاف المتخصصين، فالحمد لله يوميا عندنا، لكن لسه ما وصلنا للنهايه. والتارجت كفار المحل لسه. استاذ ياسر، بالنهايه شو الرساله اللي بتحب توجهها لحكومه دبي؟ انا اولا شيء بشكر دوله الامارات العربيه المتحده كدولة كاملة، شفتها من الشرق للغرب، إمارات السبعة، البنية التحتية تقريبا كلها موحدة. حكومة دبي أنا أفنيت فيها عمري، يعني قرابة 30 أو أكثر من 30 سنة. مدينة أحبها جدا، متطورة، مدينة متطورة جدا. يعني دبي المشهور عنها إنه الجهة اللي ما بتمشي ليها شهرين تغيب عنها شهرين، أو المنطقة أو الحي بعد شهرين ما بتقدر تمشي فيها ثاني، محتاج ل ما جي بي اس، حاجة تانية حتندهش حتشوف في جديد. فمدينة متطورة وتطورها يعني عجيب جدا جدا. يعني أنا بضرب مثال، سنة 96 شارع الشيخ زايد أو 93 شارع الشيخ زايد، بسيط، هو التريس سنتر وعمارة الديوتا ومتروبوليتان ومنطقة جبل عالي هناك يعني، وكان ماشي جاي ومضاعف. من 96 ل 98 اللي غاب السنتين دي ممكن ما تعرف الشارع، ومن 98 ل 2000 حاجة تانية.
ومن 2000 ل 2005 حاجة عجيبة جدا. وحالياً نحن عايشين تفاصيل دبي ما تقدر تمشي إلا بالجوجل ماب أو كده، ليس لتعقيد المدينة ولكن لتطور المدينة واحتياجاتها. يعني بدل المدخل بتلقى 10 لأنه في كم حاجة تقودك محتاجين نعملوا لها مدخل. فدبي بلد متطورة، الخدمات فيها رهيبة، فدائماً المستثمر إذا عاوز يبدأ ممكن يبدأ من دبي، المصدر لو عاوز يبدأ من دبي، لأن القوانين الأشياء كلها مهمة. بعدين الرسوم بالمناسبة قليلة جدا، الناس ما تتكلم على التاكس أو الفات، حاجة لا تذكر وفي مبالغ معقولة. يعني كان إحنا مستثمرين في بداية الاستثمار زي ده محفيين من كل الرسوم، محفيين من كل الضريبة، محفيين من الفات اللي هي ضريبة يعني، وضريبة الدخل برضه محفي منها لحد ما تصل انت مبالغ تفوق ال 3 مليون، واللي بيصل 3 مليون انا بيتهيألي يعني انت ناجح ولازم تعطي حق الدولة عشان البنية التحتية والحاجات والبتاع، لأنها هي ضرورية يعني، لأن الأشياء هذه بتحتاج لتكاليف ولصرف كمان. بالنهاية أستاذ ياسر، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بيتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع المحل؟ بالنسبة للمحل طبعا هو في منطقة الكرامة، الناس بس تكتب في الجوجل ماب موجود المحل بتاعنا فاري جيمز الكترونيك جيمز، بيوصلهم للدايركشن للمحل. طبعا هو في منطقة شمال الشارع اللي هو منطقة البريد المركزي. عندنا حساب في الفيسبوك، في التيك توك، في اليوتيوب، في الانستغرام، في تويتر، في كل الحسابات موجودة. تكتب كلمة فاري، فاري الاسم نفسه مميز يعني، بوصلك لفاري جيمز بدي في ار فاري جيمز الكترونيك جيم، انا بتصل يعني كل السوشيال ميديا نحن موجودين. شكرا جزيلا استاذ ياسر، ونشكر جميع طاقم العمل في المحل ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. يعني جزاكم الله خير وكثر خيركم، شرفتونا كثير بجيتكم دي، وادي دافع دافع على اساس انه الناس تمشي لقدام، ودي من مميزات دبي. يعني انا فعلا لما اتصل فيني تلفزيون الاي بي سي جلف فاندهشت يعني، فدي من الهدايا بتاعت دبي، دي من الاشياء اللي بتعمل لك انت يعني تسويق للبزنس بتاعك بدون ما يعني فعلا ما في يد يعني، لان اندهشت او اندهشت كثير للاتصال ولتشريفكم لي ولعمل هذا اللقاء يعني، فده يضاف فعلا لمدينه الامارات او لدوله الامارات العربيه المتحده ومدينه دبي تحديدا يعني. جزاكم الله خير. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.